الاهلي ادى انذار شديد اللهجه انه جاي الدوري بقوه المباراه اللي فاتت، ولا ده حاجه عاديه؟ لا ادى سعاده لجماهيره، ما اعطيش انذار لحد، هو اعطى سعاده لجماهيره ورجع الثقه تاني في موسيماني، رجع ثقته كامله في الجماهير. الناس موسيماني اثبت ان هو مدرب كبير جدا، وان هو لما تحليل اوراق الرابحه وان يقدر يوظفها وان يكون عنده العناصر بتاعته كامله متكامله، وفي راحه لعدد كبير جدا من اللاعبين وعنده اوراق كتيره جدا ويعرف يوظفها في الملعب، تبان قدرات المدير الفني الكبير، وبانت الحمد لله في ماتش كبير جدا. ماتش كان قلق قوي جمهور النادي الاهلي قبل المباراه. الاسماعيلي فرقه كبيره جدا، فرقه ليها تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي، فالجمهور الاهلي كان قلقان جدا من البدايه، كان منتظر بدايه بجد، لكن اطمن جمهور الاهلي على الفريق بشكل غير طبيعي. يعني يمكن يعني في ناس مش مصدقه لحد دلوقتي العرض والنتيجه. العرض والنتيجه، هل ممكن ضايق لكارتيرون؟ هي مباراه جيده للنادي الاهلي، لان انا زي ما قلت قدام منافس اقل بكثير، اقل من المستوى. النادي الاهلي علي بدا يعلى من المباراه الاخرى، شيء جيد في ظل المنافسه الطويله ان شاء الله على بطوله الدوري. ما هي كده كده ماراثون طويل، يعني المنافس احرم الاهلي من نقطتين كان سبب من ضياع الدوري الموسم اللي فات. ده لا مش موسم فات، اصل كلمه موسم فات دي يعني السنه فاتت، احنا بنكلمك على شهرين فاتوا، يعني من شهرين بس النادي الاسماعيلي ده كان واحد من اسباب ضياع بطوله الدوري. بس النادي الاسماعيلي يا كابتن علاء مش هو النادي الاسماعيلي اللي يبقى بيصارع. لا برضه ده الاسماعيلي، انا بتكلم على ده الاسماعيلي اللي قدر يتعادل مع النادي الاهلي وضيق وياخد نقطتين من النادي الاهلي. هو ده تقييم النادي الاسماعيلي العظيم بمباراه عادل فيها؟ لا ما اقصدش، لا اقصد مش تقييم، وانا ممكن الموسم الماضي دي معناه تخلي الناس ممكن تروح لبعيد سنه. احنا بنتكلم على شهرين فاتوا، الاسماعيلي من شهرين فاتت خدم النادي الاهلي نقطتين. انت عايز تقول يا استاذ علاء ان ممكن يكون النادي الاهلي ده اداؤه الفتره اللي جايه امام الانديه بصفه عامه؟ بالتاكيد، طالما العناصر متوفره بالشكل ده وفي توظيف وفي تنوع. لا في، لا انت بتدافع عن مين؟ انا مش فاهم. لا ما اقصدش، لما رجعت لي كده لا اقول لك، لا انا مش فاهم. لا لا هو عايز يقول لك ان الاهلي انا هجبته قبلك، هو عايز يقول لك ان الاهلي عمل مباراه كبيره، هو اللي اختلف مش منافس. هو اللي اختلف، المنافس مش ضعيف، المنافس فريق كويس جدا والنتائج هتتحسن. انا ان الاهلي عمل مباراه كبيره، انا بتفق معاك جدا جدا. مجلس اداره الاسماعيلي مخطئ، وقلتها هنا مع الكابتن سيف اكتر من مره، وقلت النادي الاسماعيلي اللي بيعمله ده بيهين تاريخ النادي والاجهزه الفنيه، وكنت بقول كل جهاز فني بيتعاقد مع الاسماعيلي مش هيعمل حاجه، لان العيب مش في الجهاز الفني ولا العيب في اللاعبين، اللاعبين في الاداره. وقلتها الكلام ده من البدايه خالص، من شهور كتيره جدا. بس انا بقول ان ما كانش منافس ضعيف، هو الاهلي كان قوي جدا، هو الاهلي اللي اتغير بشكل كبير.